بغي التنبيه على أمرين أو على أمر، ألا وهو رسالة إلى من يسمون بالفنانين التشكيليين، وهم من يصنعون التماثيل، يصنعون التماثيل ويرون أن هذا من الفن. هذا ليس من الفن، هذا أمر محرم. صنع هذه التماثيل محرم وليس من الفن في شيء، وإن سميناه فنا فلنسميه فنا محرما. هؤلاء الفنانون التشكيليون يرسمون ما فيه روح، أما إذا كانوا يرسمون مثلا شكلا هندسيا أو غيره لا بأس بذلك. أنا أتكلم عما يرسمون، يصنعون التماثيل، تماثيل ذوات الأرواح، محرم لا يجوز صنع هذه التماثيل. وأشد تحريما من يصنع هذه التماثيل لمن يعلم يقين أنهم سيعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، كمن يأتيه مثلا نصارى يقول له اصنع لنا تمثال عيسى عليه الصلاة والسلام، هو يدري أنه يعبد من دون الله تبارك وتعالى، أو يأتيه من يطلب منه تمثالا لمريم عليه السلام، هذا لا يجوز. أو من يأتي يقول ارسم لي رسمة لعيسى أو لمريم وهو يعلم أنهم سيدعونهم يعبدونهم من دون الله، أو صورة علي أو صورة الحسين أو كذا، كله لا يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا خاصة إذا كان يعلم أنه سيعبد من دون الله فهو مشارك لهم في الكفر. وأما إذا كان لا يعبد من دون الله وإنما فقط من باب تعليق الصور، هذه من كبائر الذنوب، سواء الذي يرسم أو الذي يطلب هذا الأمر، كل هذا من كبائر الذنوب. وكذلك يدخل في هذا الرسامون الذي يطلب منهم رسم، يأتي واحد يقول ارسمني فيرسمه، هذه من كبائر الذنوب. هذا الذي جاء فيه أنه يأتي يوم القيامة ويقال أنفخ فيها الروح، هذه الرسومات التي يرسمها الرسامون، حتى لو قال إن رزقي من هذه نقول غير عملك، أرسم غير ذوات الأرواح، أرسم غير ذوات الأرواح لا يجوز. كذلك مدرس الرسم الذين يعملون بهذه المهنة عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأيضا يمتنعون من رسم ذوات الأرواح أو أن يأمروا الطلاب برسم ذوات الأرواح، فلنحذر من هذا الأمر حتى لا نقع في هذا المحذور. والله المستعان.